لو الحكايه فيها ان فيتو بالنسبه لمحل التجاري بالنسبه للتمليك بيبدا سعر المتر من 35000 جنيه ل 55000 جنيه. في بالنسبه عشان مدينتي ما بقتش سوق بالنسبه كامل متكامل ممكن ان احنا مثلا ندفع 35000 ونقسط على سنه او سنتين بالنسبه لاسعار التمليك. ممكن سعر المحل يوصل ل 50000 جنيه لو مميز مساحه صغيره بتشطب مكانه يكون دايما السعر ممكن يطلع لو مثلا مطعم هيعمل غير مثلا محل ملابس مثلا لان يعني تقريبا محلات الملابس تقريبا مدينه يعني الفتره دي الغالب عليها طابع الكافيهات والمطاعم بس لان ما بقاش فيها نسبه اشغالها لسه ما بقتش عاليه كسكنه لانها تعتبر قمطره مستقله غير كده وكده حضرتك ما فيهاش زي الرحاب الرحاب فيها فود كورت فالكلاينت بيروح انما مدينتي لسه ما بقاش فيها الفود كورت بمعنى اصح عشان كده الاسعار بتتراوح من 35 ل 55000